بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. خطأ يرتكبه كثير من الناس في شهر رمضان علاوة على عدم ختم الصلاة بوصل السنة بالفرض، وخطأ كبير. قلنا مرارا وتكرارا أن ختم الصلاة هام جدا جدا جدا، وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إن كان فيه بعض الضعف لكن معناه صحيح، أن الله سبحانه وتعالى يأخذ من أذكار العبد ربما بعد الصلاة فيجبر بها النقص في الصلاة. وقلنا في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وإن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وفي رواية أخرى إن الرجل لا يخرج من صلاته بشطرها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس وكثير من الناس في هذا الزمان بيخرج بعشر الصلاة فقط، فكيف ستقابل رب العالمين؟ لن ستحاسب يوم القيامة على ما عقلت من الصلاة، والباقي يؤخذ من النوافل من الأذكار. الأذكار بعد الصلاة هامة جدا جدا جدا. كثير من الناس يرتكب خطأ كبيرا في يصلي الصلاة في المسجد، وكثيرا ما تكون غير تامة، إما بخطأ منه أو بخطأ من الإمام نفسه. الأئمة نفسهم يخطئون في الصلاة، بعضهم بيسرع وبعضهم لا يتم الركوع والسجود. وبعد نحن في زمان نفترض إن الإمام ما أخطأش، هو سرح، المأموم سرح، يخرج من صلاته بنصفها أو ربعها أو خمسها، وحد وده هذا حال أكثر الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إذن خاتم الصلاة يجبر النقص في الصلاة، لازم تقعد تقول تستغفر الله سبحانه وتعالى ما شاء لك أن تستغفر 100 مرة 200 مرة، زمان أهمية الاستغفار وكثرة الاستغفار خاصة بعد الصلاة لتجبر النقص في الصلاة وترفع. وبعد كده تقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 3 مرات، كما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، وتقرأ آيات الكرسي، وبعدين تسبح 36، وتحمد 33، وتكبر 36، وبعدين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دي أدنى 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 ختم الصلاة، دي أدنى شيء تقوله. فالناس ما بتعملش كده في غير رمضان، وتيجي في رمضان عشان يعني للاسف الائمه عايزين يخلصوا صلاه التراويح بسرعه، والناس تنصرف الى حاجاتها او مصالحها، فالفاصل بيكون بين صلاه العشاء وصلاه القيام بسيط جدا. يبقى هو بين ايه؟ بين نارين، ان هو يقعد يختم وهو طبعا مش متعود انه يختم، لكن عايز يصلي نافله يروح قايم مسلم وقايم جايب النافله على طول. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفع الوصل النافله بالفرض. هذا من البدع، هذا من اعمال اهل الكتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فصل صلاتنا بين صلاتنا وصلاة أهل الكتاب عدم وصل الفرض بالسنة. وجاء أيضا حديث آخر عن سيدنا عمر بن الخطاب، قام رجل ليصلي بعد الفرض مباشرة، فأمسكه سيدنا عمر وهز من كبيه هزا شديدا وقال له اجلس، إنما أهلك أهل الكتاب، أنهم كانوا يصلون عدم وصلهم السنة بالفرض. فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أصاب بك يا ابن الخطاب. يبقى إذن اللي بيوصل السنة بالفرض ده بيتشبه بأهل الكتاب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الصلاة تجبر يجبر النفس. فإذا قضيتم الصلاة في سورة النساء، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية نزلت في 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 الخوف، لكنها عامة في كل شيء. فالذكر بعد الصلاة هام جدا، ولا الصلاة تظل معلقة بين السماء والأرض لا ترفع، وتخرج بعشرها ولا بتلتها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ده شيء صعب جدا، ربما يكون افضل الناس صلاه هذا اللي هو اللي بيخرج بالشطر الصلاه فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم بدا بالشطر، يعني في حديث بيقول ان رجل منكم يخرج بالصلاه كامله ومنكم يخرج بشطرها، في حديث ثاني بدا بالشطر، ان رجل يخرج بصلاته بشطرها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، حتى عشرها.
يعني في ناس كتير بتطلع بعشر الصلاه بس، وتسعة عشان راحوا، طب هتقابل ربنا ازاي؟ بيجبر النقص ده بالنوافل، وبيجبر بالذكر. الذكر واهم الاذكار اللي بتقال بعد الصلاه، ختم الصلاه هام جدا. وبعدين بيجي في رمضان بعد ما يختم صلاته يرتكب اثما، يوصل السنه بالفرض، وده يدل على الجهل. لان الركعتين اللي هم الركعتين اللي انت عايز تصليهم اللي هم سنه العشاء، احنا عارفين في 12 ركعه راتبه، في اثنين قبل الفجر، اربعه قبل الظهر او اثنين بعد الظهر او العكس، ادي كده 8، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء 12. الركعتين دول انت تصليهم في صلاه القيام في اول ركعتين بنيتين، تصلي ركعتين الاول من صلاه القيام بنيتين، نيه انهم ركعتين بتوع السنه الراتبه بعد صلاه العشاء، وبنيه النوم ركعتين من صلاه القيام. هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، وقال جمهور العلماء. فادخال السنه في السنه هذا يجوز، انك تعمل سنه في سنتين اذا تعذر الامر عليك يجوز. يعني العلماء اجازوا وزن سنه العقيقه بالاضحيه، واحد خلف اول يوم العيد، عيد الاضحى، او يعني خلف او انجب قبل ايام التشريق على طول، عايز يضحي وعايز يعق عن والده، او انجب قبلها باسبوع او اسبوعين، وتحط اسبوع بعد اسبوع اسبوعين او ثلاثه، يعمل ايه؟ هيجيب اضحيتين؟ هيضحي؟ لا، عمال الحنابل قالوا يضحي بضحيه واحده بنيتين، الضحيه والعقيقه. انت بتغتسل يوم الجمعه وانت على جنابه ببنيتين، نيه غسل الجمعه ونيه رفع الجنابه. غسل الجنابه واجب، والصلاه تبطل، ما ينفعش تصلي وانت على جنابه، ولكن غسل الجمعه سنه مؤكده وعند بعض العلماء واجب. فتصلي بتغتسل بنيتين، هتصلي ركعتين الاول من التراويح او القيام بنيتين، نيتين، لكن مش عشان تصلي ركعتين خلاص تاخر انت قوي، يعني عشان انت خلاص حبك كتير كده، انت ما بتختمش الصلاه، خلاص جات التقوى في ان انت تصلي ركعتين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل السنه بالفرض. فده دفع الضرر مقدم على جلب المنفعه. ازاي نرتكب اثما ونتشافه باهل الكتاب ونصلي ركعتين مباشرة بعد الصلاة بعد الفرض، والمسجد بيبقى ضيق بيصلي في نفس المكان؟ العلماء قالوا الفصل بين النفل والفرض يكون بطريق بشيئين، اولهما ان تتكلم وتسكت وتجلس مدة، والكلام يكون بالذكر طبعا، ختم الصلاة الحمد لله دلوقتي، وانك تتحرك من مكان للاخر، ما تصليش نفس المكان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في مكانه يكون يتشبه باعطان كالابل في اعطانها، يقف واقف ما يتحركش من الابل المربوطه، بتقعد تقوم وتتبول وفي نفس المكان. ففصل الصلاه انك تتحرك من مكان لمكان، وانك انت تجلس شويه تختم تطول الاذكار اللي احنا قلناها دي. انت لو ضيعت ختم الصلاه، ده انا في رايي انا ختم الصلاه 50% من الصلاه. ربنا سبحانه وتعالى ياخذ من الاذكار كما قال في الحديث، ان الله ياخذ من اذكار العبد وربما بعد الصلاه فيجبر بها النقص في الصلاه. يبقى انت لو ما ختمتش الصلاه بتاعتك، ادي اول اسم انت عملته، او خساره كبيره خسرت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سبح وحمد 33 وكبر 33 وحمد، قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفر الذنوب ولو كان بس ذنب البحر. واذا قلت قرات ايه الكرسي بعد الصلاه، ليس بينك وبين الجنه الا ان تموت. فكثير من الناس يخلي الحذاء بتاعه ماشي، ما ختمش الصلاه، وهو اصلا ما احسنش في الصلاه ايضا، يبقى يعني موته خراب ديار زي ما بيقول. طب يكبر النقص في الصلاه بانك انت تختم الصلاه. بعد كده في رمضان ترتكب اسم، تيجي في رمضان تعمل بدعه، تيجي في رمضان توصل السنه بالفرض. توصل السنه وانت اصلا ما ختمتش الصلاه. تجلس تختم صلاتك وما تصليش ركعتين اللي هم بعد العشاء دول، لان الوقت بيضيق والامام بيروح قايم صلاه القيام على طول. وبعدين تروح قايم مصلي وتصلي قيام، ان ركعتين الاولى من صلاه القيام بنيتين، نيه السنه راحت من انه السنه بعد العشاء وهذا يجوز، ونيه ان دول ركعتين الاول من صلاه القيام. هذا هو، هذه هي السنه. يا ريت نتقي الله سبحانه وتعالى ما يختمش الصلاه ويختمها، واللي بيصلي بعد الصلاه بعد العشاء على طول في الجامع يصل السنه بالفرض، هذا منهي عنه. هذا من اعمال اهل الكتاب وانتشار بكم. فبقول قولي هذا، استخدموا الشرف الى الجرس واشتركوا في القناه لتصلكم جديد، وتساعدوني على نشر سنه النبي.